الكاتب والباحث في الشؤون العسكرية عمر معربوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر. مساء الخير، تحياتي لكم. نعم أستاذ عمر، حضرتك عم تشوف اليوم عودة الحماوة والاشتباكات إلى الجنوب اللبناني بعد انتهاء الهدنة التي كانت حاصلة، واليوم في حديث أيضا عما يتعلق بتعديلات حول قرار 1701. أولا، هل برأيك أنه نحن ذاهبون باتجاه توسع رقعة الحرب مع الخروج من ما يتحدث عن التزام حزب الله بقواعد الاشتباك الميداني؟ مساء الخير مرة ثانية. خليني بس هيك أحدد كام شغلة أساسيات لننطلق للإجابة على السؤال. أولا، لم يعد هناك قواعد اشتباك يعني على المستوى الذي كان سائدا قبل عملية طوفان الأقصى. هناك وضعية جديدة، هذه الوضعية هي حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكن هذه الحرب مقيدة بمكان وعمق وثقل. طبعا هناك يعني انضباطية عالية من حزب الله، من الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني، بما يرتبط يعني بعوامل المعركة، المكان والسقف والعمق. وطبعا هذه عوامل متغيرة، يعني حتى نكون واقعيين وواضحين، هي عوامل متغيرة مرتبطة، وهذا ما عبر عنه سماحة السيد حسن نصر الله بالوضعية الميدانية في غزة. حتى اللحظة هذا هو السقف، هذا هو العمق، هذا هو المكان. ستبقى يعني جبهة مساندة، الجبهة الجنوبية ستبقى جبهة مساندة للقطاع. هي في الأساس أطلقت على أنها جبهة مساندة، وستبقى كذلك يعني حتى تتغير المعطيات والظروف. وهذه مرتبطة بعاملين. العامل الأول هو وصول المقاومة في غزة إلى مرحلة التهديد الوجودي، وهذا لم يحصل حتى اللحظة، بالعكس تماما، يعني في وضعية ميدانية مختلفة وهلا بنحكي عنها. المسألة الثانية هي اعتداء واسع على لبنان، يعني يتخطى العوامل الحالية التي تتحكم بالاشتباك. دون ذلك يعني سنبقى ضمن هذه الوتيرة. يعني كما قال الأمين العام لحزب الله أن الميدان هو من يقرر تحول أو توسع هذه الجبهة. بالتأكيد بالتأكيد، لكن خلينا نقول أنه عوامل السقف والعمق تغيرت، يعني المكان بعده ذاته، يعني الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، يعني القسم الشمالي من فلسطين المحتلة، لكن سقف العملية تغير أكثر من مرة عبر استخدام الطائرات الانقضاضية أو الانتحارية، عبر استخدام صواريخ بركان، يعني وبالاستخدامين في دلالات يعني واضحة، في رسائل. الرسائل المرتبطة ببركان، بركان وصاروخ يعني يحمل رأس متفجر كناية عن نص طن، يعني 500 كيلوغرام، لكن مداه قصير لا يتجاوز 10 كيلومتر. وطبعا هو يعني صاروخ دمر، يعني صاروخين كانا كفيلين بتدمير سكن تبرانيت. الهدف من هذه الرسالة القول للإسرائيلي بأن صواريخ فاتح 110 على سبيل المثال، التي تملك مدى بحسب طرازاتها بين 200 إلى 400 كيلومتر، تحمل رأس متفجر بحدود 600 كيلوغرام، لكن يمكنها الوصول إلى أي نقطة في فلسطين. يعني هذه رسائل أعتقد الإسرائيلي فهمها، لأنه السؤال المنطقي الآن، هل يستطيع الإسرائيلي تحمل يعني تهديم مبنى واحد في تل أبيب؟ بالتأكيد لا، يعني الجميع متفق على ذلك. الرسالة الثانية عبر المسيرات، المسيرات هي من ثلاثة أنواع، يعني في نوع للاستطلاع، في نوع انقضاضي انتحاري، وفي نوع يعني قتالي، يعني يستطيع أن يرمي صواريخ ويعود. وطبعا يعني في جزء من الطائرات التي ترسل لكي لا تعود، يعني هذا لها هدف مرتبط باستنزاف القدمة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي الأخرى. أنه هذه الطائرة المسيرة ثمنها لا يتجاوز $1000، تستنزف صاروخا أو صاروخين، لأنه أحيانا عبيرموا صاروخين، كلفة الصاروخ الواحد بحدود $100,000. إذا هذا في الجانب التقني المرتبط يعني بكيفية إدارة المعركة. المعركة طبعا تدار يعني بطريقة تضمن استمرار استنزاف للجيش الإسرائيلي، وتضمن من جانب آخر عدم جر لبنان
إلى معركة شاملة، رغم أن يعني الإعداد لهذه المعركة الشاملة قائم وموجود، لكن حزب الله يحرص بتقديري على أن يكون في موقع الدفاع، لأنه هذا له حسابات على المستوى السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، وبالتالي هناك إدارة يمكن وصفها بالإدارة الحكيمة لكن الحازمة. الحكيمة بأنها استطاعت حتى اللحظة حصر المعركة في يعني مسرح عمليات محدد، والحازمة عبر إرسال الرسائل اليومية بأنها جزء لا يتجزأ من معركة مساندة لغزة. نعم أستاذ عمر، لحضرتك عم تحكي هذا من جانب حزب الله، ولكن البعض يرى أن قرار الحرب هو في يد إسرائيل. هل برأيك خيار الحرب على الجبهة الشمالية بالنسبة للعدو يعني في الجنوب اللبناني، هل هو خيار وارد أيضا بالنسبة لنتنياهو اليوم الذي يبحث عن أي إنجاز أو يبحث عن أي طريقة للخروج من أزمته الداخلية؟ خلينا نكون واضحين، قرار الحرب الآن في هذه المرحلة والسلم هو بيد الأمريكيين. الإعلام يتكلم عن مجلس حرب مكون من نتنياهو جالانت وجانت، لكن هناك شخص رابع وضابط أمريكي رفيع المستوى يشارك، يعني وهو يعني يقول لهم الأمر لي. الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير المعركة، وبالتالي لا مصلحة حقيقية للولايات المتحدة بتوسيع مسرح عمليات المعركة، رغم أن مسرح عمليات المعركة رسم نفسه بنفسه. يعني مسرح العمليات الآن يمتد على مئات آلاف الكيلومترات المربعة، سوريا، العراق، اليمن، لبنان، فلسطين، وبالتالي الكلام ليس عن مسرح العمليات، الكلام عن مستوى العمليات.